بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، بسم الله نبدأ وبه نستعين وعليه نتوكل ومنه دوما نطلب السداد والتوفيق والنجاح. نحييكم بتحية الإسلام الخالدة وهي سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا موقعنا ميدان سيف العرب الذي تنطلق فيه هذه المكرمة القالية في صباح هذا اليوم، مكرمة سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظ الله ورعاه، التي تأتي وتأتي بهذا المسمى وهي شارة خليفة في كل الميادين، في كل ميادين الدولة. هذا ميدان سيف العرب الذي يحتضن نصيبي على مقدمة الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام، الله يا المقعودي ينطلق على المقدمة يعلن الفوز في أول الأشواط. هذه هملولة تسيطر على مقدمة الشوط، تعلن هذا الاندفاع القوي. يا سلام محمد بن عتيج المقعودي، أشكرك 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 في المركز الأول، في المركز الأول بدون منافس. تهانينا محمد بن عتيج المقعودي على فوز هملولة بالمركز الأول في هذا الشوط، أعلنت الفوز وناموس المركز الثاني. مطار بن سعيد بن حلوة من وصلة على ثاني المراكز، بينما المركز الثالث عطني رقمها، المركز الثالث وصلت فيه لسيف بن مسفر العميمي اللي هي العين، بينما المركز الرابع المركز الرابع مشاهدي الاعزاء سالم بن عبد الله بالمتفيج الاكتبي. هكذا كان هذا الشوط. التوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام لهذا الشوط 3 دقائق و8 ثواني. تهانينا محمد بن عتيج المقعودي على فوز هملولة بالمركز الاول، واسعد الله صباحك يا المقعودي.